اللي كي السؤال اللي كنطرحه دائما مع نفسي كنقول هذا واحد الكونفليكت وهذا واحد المشكل. يعني هذه 47 عام وهو كاين. الوغ الا بقينا عايشين على الاطلال وعايشين على المشاكل ديال الماضي، هذه حرب الرمال، هذه حرب مع شنو هذه، نبقاو دائما عايشين نفس المشكل وهذه تعاود نفس المسلسل، شوف تعاود نفس المشاكل. الوغ هاد لا دابا لا هاد اللي مسيرين الجزائر دابا، هاد يمكن كل واحد يناديهم بطريقه ديالو. بالنسبه ليا انا دابا كحكومه شرعيه، مادام راه كاين رئيس وكاين هذا يعني، وكاين حكومه شرعيه تسمى تعرف بها شرعيه، بيان سور شرعيه. شوف يعني شوف الحكومه اللي كتسمى هي اللي مسيره الجزائر. شوف يا صديقي، بالنسبه لينا حنا عندنا المملكه هذه 12 قرن، يعني هذاك الشيء يعني ولدنا وعندنا استقرار اللهم لك الحمد وعندنا امن وعندنا بزاف الحال. يعني علاش ما قدروش انهم يقلبوا على واحد البوان فين يتجمعوا بجوج ولقاو واحد الحل اللي يقدر يفيد الشعب الجزائري ويفيد الشعب المغربي؟ لان اللي عندنا احنا ما عندكمش انتوما، ولا عندكم انتوما احنا ما عندناش، وقدروا يمشيوا بعيد. انا ما فهمتش. اسمع مشكل، شوف 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 شوف، بيناتنا اكثر من شيء، هذا بيناتنا عائلات، بيناتنا فاميليات. شوف مستقرين منذ 12 قرن ولا 14 قرن، هذا موش المشكل نتاع الجزائر. درك الا كان تحوس على الراي تاعي، انا الراي تاعي انا مديته عنده اكثر من عامين. شوف انا نقول لك واحد بالعقل بالعقل انا سمعت لك فيديوهات بزاف، وقلت هذا السيد هذا خصني نسولو على هذه النقطه، لان بعد شي افكار ديالك كنت كنسمعهم، لقيت بان كان الافكار ديالي كتصب في نفس المنحى اللي كتفكر فيه نتايا. لا اخي هذا السيد هذا والله تنسولو. شوف معليش، مرحبا بك، شوف مرحبا بك. شوف تعرف الحل وشي هو الحل؟ الحل انه الجزائر تقعد مع المروك كما قلتها انا من قبل، ونجيبوا كل القضايا الشائكه بيناتنا، راك تسمع فيها، نحطوها فوق، اسمع لي، نحطوها فوق الطابله، وكل قضيه نعطيوها الحل العادل نتاعها، وافتح الحدود وحل الدنيا وصاي فضينا باسك عليها. كل قضيه شائكه، شوف كل قضيه شائكه نقدروا نحطوا لها الحل العادل. عباك باللي كاين حاجه لازم نفهموها، كاين ناس ما عندوش الحق بصح ما يقبلش انك تقول له ما عندكش الحق، لازم نتقبلوا القانون. القضيه قضيه عدل. فهمتك فين بغيتي يعني تقول لي على حساب الصحراء. انا نقول لك واحد الحاجه، هذه واحد الفكره بسيطه. دابا هذوك الناس المساكن اللي في الصحراء، وانا صحراوي كنتلاقاهم هنايا، مكرفصين في هذيك المنطقه. ما تقوليش راهم دابا الا دخلتي، انا مغربي وشحال ما مشيتش للمغرب، ومنين مشيت شنو نقول لك؟ تبارك الله الصحراء ردوها جنه، وهادشي بشهاده العالم يعني خدموها. وهادي دخلوا الصحراء، دخلوا بحالكم بحال خوتكم المغاربه، خدموا كلشي كيرحب بكم، وراهم صحراوه تما بالمشاريع ديالهم يعني بقوه كبيره، ومنخرطين في احزاب ويعني ومشاركين في الحزب. اسيدي جاوبناك على السؤال، راح دينا بروباغندا السياسه المغربيه. شوف لا ما بغاش بروباغندا. شوف إيه اسمح لي والله، شوف نقول لك اقسم لك يمينا والله، امنا بالله امنا بالله، انا ما عنديش مع بروباغندا وما عندي ما يعطيني حتى واحد. انا نقول لك هي الصراحه، انا خويت هذه دابا قول 17 عام ولا 18 عام المغرب. الله يبارك. المغرب كي كان ماشي هو كما دابا، باش نهضروا واقعيين، خدموا الصحراء بلوس، خدموها مزيان. ياس نقول لك الصراحه كاينين اخطاء، ما يمكنش حتى شي واحد كما راه الجزائر في تونس جميع الدول العالميه، كاينين اخطاء كاينين هفوات، ولكن كيصلحوا وين تبقى كيصلحوا. شوف اللي احنا اللي ما بغيناش، انا كنعقل انا ملي كانت وجده محلوله، وي كي كانت الايكونومي في المغرب، وكي كانت الايكونومي في الغرب ديال الجزائر، انا كنت مازال صغير ديك الساعه، كان شي حاجه كان الترا يمشي. شوف شوف يا اخي العزيز، شوف باش نلخصوا برك الموضوع باسكو عندي دوطر زابيل. دابور مرحبا بك يا عزت، التساؤلات نتاعك موضوعيه. كاينه حاجه مهمه جدا،
شعوب المغرب، سميوها، ما نحبش كلمة المغرب العربي، شعوب شمال إفريقيا دم واحد، أصل واحد، وعرق واحد. القضايا اللي تجمعنا أكثر من القضايا اللي تفرقنا، لكن نوعية السياسات، نوعية السياسات خلقت مشاكل. لما يجي جار ويجيب إسرائيل عنده من البالكون تاعو الطل تتهدد عليا، هذا أمر لا يطاق في الصح. بالي أنا نسولك، أنا بالعقل بالعقل سؤال وجاوبني الله يجازيك بخير. نجاوبك. موريتانيا، موريتانيا جار دارت سفارة إسرائيل عام التوت موريتانيا. دابا هذا هو المشكل، هذا كتسال الإمارات يا خويا. اسمع اسمع بالعقل يا راجل، فلسطين لفلسطين، أنا كنعرف فلسطيني، فلسطين لفلسطين. إيه هاي معلومة حرام إسرائيليين يا خويا. شوف أنا نزيدك واحد نقولها لك أكثر من هذا الشيء. أنا الحي اللي نسكن فيه كانوا فيه اليهود. يا أخي اسمعني اسمعني اسمعني، وكانوا عايشين معنا بحال اسمعني يا سيدي. خلينا نهضر، خليني نهضر صاحبي. وش بيك؟ شوف المشكل موش في اليهود، المشكل في الصهاينة، المشكل في الأطماع التوسعية تاع الصهاينة تاع السيونيزم انترناسيونال اون افريك. هذا موضوع واحد اخر. درك ماناش في قضية نلومو على بعضنا، والله انا عطيتك الراي نتاعي، قلت لك اللي جمعنا اكثر من اللي فرقنا. داكور، ميم الصحراء الغربية المشكل تاعها يتريقلا بين الجزائر والمغرب بطريقة سهلة خلاص، سهلة خلاص. وماناش، سامحني سامحني، حنا في عالم دركا ماليات واقتصاديات. داكور، لما تشوف مثلا شركة كيما توتال تاع فرنسا إلا انفيستي في لو غاز روس، قالوا لها خرجي، قالت لهم ما نخرجش. تو كومبري؟ دونك حنا الله غالب. ما تنساش حاجة، الحكام نتاعنا سي تي في بارتو كيخلقوا بعض الازمات باش يقدروا يسيطروا على الشعوب ويقضيوا على بعض المطالب الشعبيه. مي هذه سياسه ندخلوا لها من بعد. ليسونسييل سكي سور الغلطه، الغلطه تاع التعاقد الامني مع اسرائيل، هذا امر لازم يحسم بيان سور بين الجزائر والمغرب في جلسه حقيقيه تقضي على كل المشاكل ضربة واحدة. ما لازمش تكون جلسة قال نتلاقى ونحكي على المشكل هذا الساع ومن بعد الآخر هضرت العرب. نتلاقى ونقعدوا ست أيام في قصر واحد نفريو كل المشاكل ونعلنوهم للشعوب وتتصافح الأمم. المشاكل كتحل بس باجتماعات وبتفاوض، لأنها صحيح كتشوف روسيا وأوكرانيا راهم في الحرب وهما كيتفاوضوا. وا زيرنا اللي مواجد تدخل عندي دوتر زافيل ولا فوش انفو عيط مرحبا بك. قطعوا الطياير، قطعوا الطياير، هو ما كنت تشوفوا اخويا قطع غير الاكسجين والطبيب صافي على شي حاجه كذا. المهم شكرا بزاف، جاوبتيني الله يفتح عليك. ليك الشكر، الله يسلمك.